أستاذة سارة من القاهرة تتفضل. أستاذة سارة أيوة السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. أيوة شيخ، عامل إيه؟ نعم الحمد لله. دلوقتي شيخ أنا عندي سؤال، معلش. أنا كنت بخدم حمايتي، يعني أنا كنت قاعدة معاها من بعد ما حمايتي توفى، بقالنا كتير على الوضع ده. من بعد مين ما توفى؟ ألو، انت بتخدمي حماتك بتقولي من بعد ما مين اللي توفى؟ من من بعد بعد ما ما حمايتي حماه يعني هي توفى وأنا بخدمها وبرعيها، يعني سنها كبير هي. مش كبيرة أوي، بس يعني أنا باخد يعني عشان تبقاش قاعدة لوحدها، وفي نفس الوقت إحنا بنراعي بعض. طيب كويس، انت ساكنه في بيت عيله ولا بتروحي لها مخصوص؟ نعم، ساكنه في بيت العيله ولا بتروحي لها مخصوص؟ لا احنا ساكنين مع بعض في نفس البيت، انا بنزل لها اول ما بصحى وبطلع وقت ما انام. طيب سؤالك فين بقى يا استاذه ساره؟ بقالي ان هي مش بتعاملني احسن حاجه، يعني بيجي مثلا اولادها الصبيان والبنات، البنات بتعاملهم كويس جدا، تيجي انا بتعاملني معامله مش قد كده. طيب سؤالك بقى ايه؟ هي مش معامله سيئه خالص، مش زيهم، بحس ان انا استاذه ساره طبعا اقل حاجه. بتحس ان هي بتعاملك بفرق، يعني بتعامل اولادها كويس وبتعاملك انت طيب اقل مش منهم. انا بس اللي واخده بالي، يعني انا واخدين بالي. طيب انت سؤالك بقى، انت عايزه تعملي سؤالك بقى فين؟ سؤالي بقى يا شيخ، انا لو انا فصلت عن ان انا ما انزلهاش في خدمه، انزل لها كزياره مثلا يوميا كده ساعه ولا حاجه، هل انا كده قطعت مثلا حاجه كده، انا باخد وزر يعني، ولا انا كده هبقى برضو كويسه؟ لا انت ما بتاخديش وزر، انت ما بتاخديش وزر، بس ما عملتش احسن حاجه، لان قلبي طريق اقرب طريق لقلبي القرب جوزك اهله وامه بالذات، فانت صحيح ما عليكيش وزر، يعني لو انك انت ما نزلتلهاش ونزلتي بس تسلمي عليها وتمشي انت ما خدتيش وزر، بس في نفس الوقت ايه اللي حاصل؟ ما خدتيش هذا الثواب العظيم. يا ستي انت بتجبري خاطر واحده، هقول لك حاجه ما تستغربيش اللي انا هقوله لك، انت بس يا ست ساره عندك حساسيه زياده، انت بتقولي انا رحت اخدمها عشان انا عملتها زي امي، فالمفروض هي كمان تعاملني زي بنتها، المعادله مش كده في اخلاق رسول الله، الاخلاق المحمديه مش كده، ليس الواصل بالمكافئ، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، يبقى دي مش معادله، هو يحسن الي زي ما انا بحسن اليه، دي مش معادله اصحاب الاخلاق، اصحاب الاخلاق الكريمه يعملوا ايه؟ يحسن الناس مش حتى لو ان هم مش ما احسنوش اليه، حتى ولو اساءوا اليه واذوه، هو دي القضيه. حضره النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمشرك قريش ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، فاللي انت بتعمليه كنت بتعمليه دوت له ثواب، وكمان ممكن تضمي معاه ثواب الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فاصبري، بتساليني تعملي ايه؟ اصبري وابتسمي واسعدي ان انت بتدخلي السرور على مسلم، ده من أعظم الأشياء التي تجعل الجنة واجبة لك، فتوكلي على الله واسعديها، واسعدي كمان ان انت بتعملي كده، وما تشيليش في همك هي بتعاملك أقل ولا زي بناتها ولا لا، لو عملت كده انت من جوه هتلاقيها بتحبك حب الدنيا والآخرة، فإن شاء الله ربنا يساعدك ويعينك ويكتب لك الخير.